حلقتنا النهارده عن عودة حاكم إمبراطورية نيم بعد 52 سنة في دراما رمضان 2024. حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج أهلا دراما، والحلقة النهاردة عن عودة الحاكم الأصعب مختار أبو المجد. من أول ما بدأ الإعلان عن مسلسل إمبراطورية نيم وفي حماس زايد عند المشاهدين، طبعا ده لأنه مبدئيا بيمثل عودة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس لرمضان 2024 من خلال روايته الرائعة الواقع في حبها الملايين من إحدى القصص داخل مجموعة بنت السلطان الروائي المميز، وكمان طبعا بسبب وقوع كتير من المشاهدين في حب فيلم سيدة الشاشة العربية فايت الحمام اللي تعدلت علشانها الرواية في الفيلم اللي نزل سنة 1972 وتحول البطل من راجل لست علشانها، وده طبعا غير حاجات كتير في الرواية الأصلية. بس هنا احنا بنشوف الرواية زي ما هي بس اتفصلت على ايد المؤلف محمد سليمان عبد الملك علشان تناسب العصر الحديث، وبرؤية إخراجية متميزة للمخرج محمد سلام اللي قدم لنا السنة اللي فاتت واحد من أحلى مسلسلات رمضان 2023 الكتيبة 101. مسلسل إمبراطورية نيم لقى نجاح كبير جدا من أول تريلر، ومع نزول أولى حلقات المسلسل أثبت جدارته بشكل كبير جدا لأسباب كبيرة، أولها العيلة المتميزة والمختلفة والغريبة نوعا ما، وده طبعا لأن الكل ابن من أبناء مختار أبو المجد شخصيته الخاصة ومشاكله اللي بيحاول مختار دايما يحلها والتعامل معها بأي وسيلة كانت. بس تعالوا نتعرف على العيلة دي. البنت الكبيرة منى أو هاجر السراج المحامية الذكية وطموحها الواسع والكبير، ومروان أو نور النووي شاب مستقل ذكي لذيذ، وطبعا مع التوليفة دي لازم يبقى بيرفض تحكمات بابا. مايا أو إلهام صفي الدين الرياضية الذكورية اللي بتفتقد للأنوثة، قصاد مين بقى؟ منى أو منى أحمد زاهر الصغيرة اللي مش مستنية تكبر لأن هي أصلا كبيرة من وهي صغيرة. مازن أو آدم، وهدان مدمن ألعاب الفيديو، ومصطفى مدمن الأكل. عيلة ميكس غريب جدا، ومعاهم طبعا مديحة أو نشوى مصطفى العمة الجميلة اللي بتحاول تلم من ورا أخوها وولاده واللي بتلعب دور من احلى الادوار. وبجد ما اعرفش نشوى مصطفى وخفه دمها كانت حارمه الجمهور منها ليه كل السنين اللي فاتت، فبجد عودا حميدا وان شاء الله ما تغيبش تاني. حاله شيحه اللي دورها لسه بيبدا يظهر للنور والمشاهدين بيستنوه، واللي بتلعب الكوميدي بشكل لذيذ قوي. ومين بقى اللي يقدر ينسى ايمان السيد ميس عبله واللي بتعمله من كتر حبها في مختار ولذاذتها وكوميديتها الخطيره. بس تعالوا بقى نرجع شويه السنه اللي قبل اللي فاتت، ومتعنا خالد النبوي ابنه في مسلسل راجعين يا هوا، وكانوا من احلى الدويتوهات اللي كانت موجوده في رمضان. بس السنه دي الدويتو ده لحد دلوقتي عامل مشاكل كتير قوي بس لذيذه قوي. السنه دي كمان هاجر السراجيه من رام الله في حاله خاصه البنت الكيوت الهاديه لمنى في امبراطوريه نيم المتمرده اللي بتحاول توصل للي هي عايزاه. الهام صفي الدين او مايا اللي تعودنا عليها هاديه ورقيقه بسبب ملامحها اللي بتلعب دور عكس كده هنا تماما. ومع كل التوليفه اللي فوق دي زود عليها النجم مدحت صالح اللي بيغني تتر مسلسل امبراطوريه نيم باغنيه اهلا يا عصابة. مسلسل إمبراطورية نيم واحد من أحلى المسلسلات العائلية اللي فيه رسائل كتيرة مباشرة وغير مباشرة في التعامل مع أطفالك وتفكيرهم وتغيير روتين حياتهم مع الأيام. مسلسل إمبراطورية نيم لايت كوميدي ممتع وعائلي متميز في دراما رمضان 2024، وبيتعرض على قناة دي أم سي كل يوم الساعة 11 إلا ربع مساء بالتزامن مع عرضه طبعا على منصة ووتشر. دي كانت حلقتنا النهاردة، استنونا في حلقات جديدة لأهلا دراما. كنت معاكم أنا لميس محمد، شكرا على المتابعة.